والتحنيك أن يأخذ التمرة فيجعلها في فمه، يعني الرجل نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلها في فمه بعد أن يخرج الطعام يضع فمه، ثم يأخذها يجعلها في إصبعه ويديرها في فم هذا المولود، ما يؤكله إياها، ما يستطيع يأكل، لكن يديرها في فمه يستطعمها ثم يخرجها. هذا التحنيك، هذا هو التحنيك.